أهلا بكم مشاهدينا من جديد في نقاش العاشرة لنهار اليوم سوف نسلط الضوء على تربية عام في الجزائر ومطالب هذه الشعبة الفتية للنهوض بهذه الشعبة لتحقيق الاستدامة والاقتصاد وهي أسئلة وأخرى سوف أناقشها في هذا العدد مع السيد محمد رضا غازلي وهو النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية لمهنيي ومربي عام الجزائريين صباحك سعيد سيد المحترم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لتلبيه الدعوه. اذا تربيه النعام في الجزائر شهدت في السنه الماضيه استحداث شعبه جديده لتربيه النعام. اليوم واقع تربيه النعام قبل وبعد استحداث هذه الشعبه كيف هو اليوم؟ سيد محمد اليوم الحمد لله نشكركم على الاستضافه حسن الاستضافه. ثم اليوم جزنا على عده مراحل. كانت شويه كي بدينا المشوار هذا كانت شويه الناس ما كانتش معانا ما كانش, كانش تعرف كاع اليوم الحمد لله ربي لقينا اقبال كبير من السلطات ومن من من ناحيه الناس اللي يحبوا يدخلوا في المجال هذا تاع تربيه الناعم وكاع ثم لقينا دوك المجال كما نقولوا توسعت كانت من الاول كانت شغل فكره بسيطه حنا بدينا هذه الفكره في المعهد الوطني لدراسه في في المعهد الوطني لدراسه الشامله تحت اشراف عبد العزيز مجاهد كانت ملاقات وجمعنا فيها كاع المربيين تاع تربيه النعام. ومن هذيك استخلصنا يوم دراسي، ويوم دراسي هذا كان ب 4 اكتوبر تاع العام 2022. وفي هذاك اليوم استحدثنا خرجنا بالنتائج وكاع، ومنها بدينا في المشوار هذا تاع تربيه النعام، ومنها كانت هي السبب الاجتماع تاعنا اللي خلانا ندرنا جمعيه وطنيه للمربيين وحرفيين تربيه النعام. نعم، اذا اليوم بعد هذه سلسلة من الاجتماعات التي قمت الآن بذكرها وسوف نتطرق إلى باقي الاجتماعات اليوم هل يمكن القول على أن شعبة النعام في الجزائر بدأت تشق طريقها إلى النور؟ نعم دوك انا الحمد لله يا ربي رانا كنا ديباسينا ديك الاولى تاع الاولى كنا فيها غير الناس كانت تتعلم وتحوس تعرف كانت ما عندهاش خبره كانت كما نقولوا تدير الخبرات من جميع مصدر يكون متورد ودوك الحمد لله ربي دخلنا في الطور الثاني وهو طور كما يقولوا الانتاج الانسان دوك وعدنا دوك الحمد لله وعندنا دوك النعام هنا في الجزائر اللي كافي اللي نقدروا ننتجو به كما يقولوا على حسب الاقليم مازال ما لحقناش المستوى الوطني أبني دوك رانا سما رانا وان شاء الله باذن الله حتكون هناك كما نقولوا ديباسيو هذه ليطاب ونلحقوا ليطاب الدوزيام هي نلحقوا نوفروا كاع الخواص تاع النعام نلحقوا نوفروا الحمل نوفروا الريش نوفروا الجلد جميع الاشياء نوفرها في السوق الوطنيه وبعد تجي الثروازيام ايطابيا نولوا في التصدير نعم ومن بعد ان شاء الله باذن الله نخرجوا نولوا في بلد رائد نعم. في هذا المجال سناتي الى هذه النقاط أيه. التي سوف نخوضها طيلة هذا النقاش نقطه بنقطه لكي نصل الى اهم المطالب لتطوير هذه الشعبه، قلت على ان سوف نتوسع في تربيه النعام، ما هي الان المناطق التي يحتصر فيها هذا النشاط؟ آه دروكا حنايا حنا كي بدينا في تربيه النعام حنا اونيتي لي كي كومون اونيتي لي 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 هنا في ألجيري، بدينا تربيه النعام في, في ولايه البويره. نعم. أون 2002. أون 2002 كان عندنا المشروع هذا هو الفكره جات في 98 99. من طرف الوالد تاعي غازلي عبد القادر نعم. هو كما يقولوا هو لو بيوني اللي استحدث نعم. هذا المشروع كان عنده تجربه في الخارج حاجة. وكان عنده عده كما يتربصت في الخارج في, اطار المشروع تربيه نعم شاف الناس في, الخارج يتواردوا بزاف اللحم نعم ثم كانت عنده فكره وجات جسدها في الارض الوطن وقلنا في المشروع هذا والحمد لله ربي كان عندنا اقبال بصح المشكل تاعنا كان الناس ما تعرفش ما تعرفش نعم. القيمه تاع هذا نعم. الطائر الناعم نعم. كان ما تعرفش هي طبيعه اي شعبه فتيه <applause> ايه ما كانش تاع الناس تعرفوا ومن بعد افور دو تون الناس دات نظره دات ايتيود على هذا النعام ولا تربي دوكا الحمد لله ربي دوكا دوك كيما الجمعيه تاعنا دوكا كيما عندنا دوك كيم السيد رئيس الجمعيه عبد الهادي في ولايه واد سوف راهو ما شاء الله تانيك عنده النعم كان السيد عمار تانيك ولايه سطيف تانيك عنده ما شاء الله النعم ثم كاع دوكا بروغريسي دخلنا خرجنا من ليطاب الاول تاع شغل ما نعرفوش نعم. لـ 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 التربية النعام، بس دوكرة خلاص دوكا بقينا دوكا في واحد كما بقينا في واحد المصاعب اللي إن شاء الله بإذن الله مع الوقت لقولها. نعم، سوف نعود إلى المصاعب سيد محمد رضا غازلي نقطة ونقطة وهي لب هذا النقاش، لكن قبل أن نذهب إلى المصاعب لابد أن ننور المشاهد الكريم الذي يشاهد الآن حول الإحصائيات اليوم، كم تحصي الجزائر عدد النعام وهي ثروة حيوانية هامة الإحصائيات الإحصائيات تسمى درنا إحصائيات, إحصائيات, إحصائيات شغل كما يقولوا ماهيش دقيقة جدا نعم دقيقة لحقنا وين كاين واحد 400 حتى 500 تريشون ابارتي دو كاع لي زيرفو اللي احنا لو تيتوا ناسيونال نعم تسمى هي قيمة ماهيش كافية نعم اللي تقدر تلبي نعم ايه نعم تلبي الاحتياجات احتياجات السوق الوطنية نعم احنا حبينا نزيدوا هذا هو النقاش اللي هضرنا عليه لا دنيير في الملاقاة تاعنا مع وزير الصناعة علي, علي وف... علي وكان كانت عندنا ملاقاة الأخيرة هذيك اللي استثمرنا منها عدة نتائج وكانت ما بين النتائج اللي استثمرنا فيها وتبنينا فكرة تبنت الحكومة فكرة تربية النعام وخاصة وزارة الصناعة الصناعة والمواد الصيدلانية هي تبنت لنا الفكرة هذه وقدنا نرافقكم في النشاط تاعكم ثم وتكون و... تكون تكون معنا في كاع لي بروسيدور تاع ان شاء الله باذن الله تاع تربيه النعام نعم. بصح كي نلحقوا للدوزيام ايطاب. ليطاب تاع الانتاج و... وتوفير المواد العضويه تاع النعم كالريش كالجلد وكاع. كانوا حاضرين معنا في لاجورني الجروب تاع جروب تاع نعم. كانوا عدة ناس اللي متخصصين في الامور تاع تربيه النعم. نعم، المفروض ترافقهم وزاره الصناعه في الشق الصناعي والتحويلي، ايه المفروض الشق تربيه دي. النعم تكون لوزاره الفلاحه ام؟ كانت عندنا ملاقات مع السيد نعم. عبد نعم. الهني. نعم، اطارات سابقه ايه. في الوزاره. ايه كانت نعم. كانت مع الوزير السابق عبد الحفظ الهني. خرجنا بفكره تبني آآ آآ بطاقه آآ مربي, مربي. تاع النعام وخرجنا ثاني بكونكليزيون من من حيث ثاني الاحصائيات تاع النعام كانت عندنا برنامج واسع وحبينا أن ذاك البرنامج نزيدوا نوسعوه سي بور رحنا شفنا وزاره الصناعه وكاع باش نزيدوا نطوروا من الاحداثيات هذوك تاع اللي كيما نقولوا قلنا بهم. نعم، منذ قليل قلت على ان الجزائر تحصي 400 او 500 من النعام، اليوم لكي نذهب الى الاكتفاء الذاتي كم يجب ان تكون لدينا الان ثروه الحيوانيه في هذا النعام؟ شوف ليفاج دوتريش هي هي شو باش بنكونوا صراحه هذيك الانسان اللي يربي النعام لازم بالقليله يكون عنده نسبه كما نقولوا نسبه كثيره باش يقدر يوفر البيض الخش نعم. البيض هو المصدر تاع الانتاج تاع النعام نعم وتكون عنده تاني تكون عنده الامكانيات باش البيض هذا كي يخرج تكون عنده اون ولا كش حاجه الخشب لو كان تخليه في ليطا ايبريتا في ليطا ناتورال تاعو سا سبو ما عنده كيما نقولوا نسبة القليله باش يخرج منه فبني سما قد ما تكون الوفره تاع النعام و اور بروديكتور تكون في كيما نقولوا في في عمر الانتاج البيض وكاع قد ما يزيد يتوفر الانتاج تاع تاع بن عام ثم قد ما يكون عندك النومبر نومبرو فمي سا سا دي حنايا في 2008 لحقنا حتى 400 500 غير حنايا لحقنا 400 500 وكانت عندنا قيمه الانتاج سنويا واحد 1000 فلوس في, في العام نعم. الفلوس نعم بعد ذلك اون ديمينوي باسكو صراو لنا دي, دي منهم من, من المشاكل هذوما كان عندنا مشكل عقاري كان نعم. عندنا تانيك جوسكا بريزون مازال ما ديناش اغريمون نعم. صافي عندنا دي, دي بروبليم اللي مخلونا ما قدرناش نزيدو نديفلوبيو في نعم. هذا البروجي نعم بين المشاكل قلت المشكل العقاري توضيح اكثر حول هذا المشكل اين يكون نعم المشكل العقاري كان العام يطلب مساحات نعم ماوش حيوان اللي تخليه مسجون في قفص ولا تخليه في هكذا في مكانه هو او مينيموم لازم لك ان كوب لازم لواحد 500 متر كاري لازم يتخلي له ان اسباس فهمتني لازم أه لازم لي اللي يخدم لي, لي الفاج دوتريش لازم له ان اسباس فاست اللي يخلي النعام يكون مستراح مساحات شاسعه مساحات شاسعه يخلي يستراح اللي هو كلوتيري وما يطلبش هو تكلفه كبيره هو عنده ديلو ان سياج ديلو ان ابري داتي لو لاليمون في دل دل دي زابروفوار جايه على سو ميزو تاع النعام تسمى النعام و تعرف لو سي ان ما كورون و كيما نقولوا بلاي انرجي نعم. وما يحبش البلاصه تكون ضيقه و... نعم. ايه باش ما يكونش لي زاكسيدون لاخت هو اون جينيرالمون توجور يحب المساحات نعم. الشاسعه هو الاصل تاعو الحقيقي كان في الصحراء كان الاصل الحقيقي كان مساحات نعم. جد شاسعه نعم يعني ايه كان يمشي اون تروبو نعم يعني تكون الان المشكل العقاري لابد تكون تخصيص مساحات في المناطق الصحراويه و... منطقه شبه صحراويه صحراويه دوكا نعم. حبينا نلحقوا ل... 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 نرجعوا مثل الدجاج ومثل نعم. البقر ثم جميع مربي عنده عنده خبره ولا عنده حبي يكتسب خبره ولا رانا مستعدين نعطوا له ن... التوجيهات ونصائح نعم. وكاع وان شاء الله شاء الله ربي, ربي يكون في كل ولايه يكون كاين تربيه النعام نعم. مثل تربيه الدجاج ومثل تربيه البقر وديجا القيمه القيمه تاع النعام راهي جد عاليه نعم. لقيمة قيمه نعم. الدجاج صحيح. وقيمه البقر في كل الاخر سأخش... النعام راح تدي منها 95% كفائده حتى نعم. منها يا ربي نعم عندك سامو كل حاجه فيها راهي عندك تبداها عندها عندك تبداها من لافون تاعها سون كوليسترول ما فيهاش الدهون ما فيهاش هرول مليحه لامراض القلب مليحه لانيمي نعم آه مليحه ثاني كوم كال... لي جون سبورتيف لي زاتي نعم أه اليوم في مجال التربوسات هل هنالك شراكه مع دوله سبقتنا في هذا المجال وكيف هو واقع تربوسات لتربيه النعام وللمربين عام اقصد والله شراكه مع دوترابي كانت عندنا استغفر الله كانت عندنا كانت عندنا مبادره نهار اليوم الدراسي اللي في المحيط الوطني للدراسة الشامله كان هنا مبادره ممثل جنوب افريقيا، وك هي بلد رائد في هذا المجال تاع تربيه النعام، ثم عطانا عطانا عده حوارات حول تربيه النعام، وحبينا احنا نزيدوا نتوسعوا في هذا النطاق، ونديروا شراكات تكون كيما نقولوا جد واسعه، مع كدوله جنوب افريقيا هي الرائده في هذا، وكان عده دول كمصر، كإيران ايران، عربي سعوديه كاين بزاف البلدان اللي راهم خلاص لحقوا نطاب اللي مازال ما لحقناش ليها نعم. في المجال هذا نعم جميل جدا دا. الان مثل ما قلت ان شعبه النعام هي شعبه فاتيه متى سوف نصل الى استغلال اللحوم والاكتفاء الذاتي في لحوم النعام ان شاء الله دكتور احنا عندنا برنامج نسير عليه نعم احنا عندنا برنامج نسيروا عليه وان شاء الله باذن الله يوفقنا ربي نوصلوا له على كما يقولوا ساسبو من الله ان شاء الله بربي نكونوا اذا جسدوا كاع الامور اللي لحقنا لهم وكاع لي كونكليزيون اللي خرجنا بهم وزاره الفلاحه وزاره الصناعه ان شاء الله باذن الله العمل الجاي ان شاء الله بربي نكونوا في, الانتاج ونلحقوا المصدر تاع اللحم نلحقوه لكاع المواطنين ان شاء الله باذن الله نعم من العام الجاي دوك هذيك حنا لي بروسيدير هذوك كاين اللي ملحقناش اليوم كاين مازالوا نعم مازالوا في طور طور الدراسه. نعم لكي نصل الى اكتفاء ذاتي في لحوم النعام لابد ايضا ان نقنع المواطن الجزائري باقتناء هذه اللحوم. اليوم ما هي الفوائد الصحيه التي يحملها لحم النعام؟ لحم النعام هو يتصنف كلحم احمر ومن اللحوم الحمراء. وعنده عده قيمات غذائيه وغني بالبروتينات سون كوليسترول ما فيهاش الدهون تانيك و ملي كونسي بار لاموري دو اللي عندهم امراض قلبيه واللي عندهم فقر الدم وتانيك اللحم النعم اللي كونسيي كثرتها لي زاتليت وكاع اللي يخدموا الرياضيين الرياضيين اللي اللي عندهم وخاصه في البلدان المتقدمه راهم بزاف يطلبوه لخاطرش هو حيوان دوريجين سبورتيف فهمي تسمى تكون عنده قيمة غذائية جدو عالية. نعم بما انه يحب وعنده بيشحن. شهية طيبة تانيك عنده نعم. شهية طيبة نعم. المذاق تاعو عنده هو وتقدر تقول مثل كبد الخروف والبقر وعنده مذاق ما بين اللحم والكبد. نعم يعني مش فقط اللحم منذ قليل قلت على انه النعام يمكن استغلاله 95% 95% جلد النعام او ايضا الريش عندك الجلد النعام نعم يتصنف من, من, افخر الجنود نعم. ومتين مثل عنده المثانه تاع الكوير تاعو مثل تاع التمساح وكأنه مادام اليوم راه التمساح راه في المحميات كيما نقولوا طاوله الانقراض سمى النعام توجهوا له بكثره كاع سو سوا سو كو لي تريك دو مود كاع راهم بازين على النعام دوكا لا ماروك كيما لي زيطاليان راهم بزاف كيما نقولوا يحوسوا عليه بارتو في لو موند وين كاين تربيه النعام لي سو دو موند باش يكون عندهم المنتوج تاع النعام يخدموا به غير حاجات اللي يكونوا فريمون دو لوكس نعم وجي وعندك ثاني الريش معروف الريش تاع النعام ديجا ما كاينش اللي ما في الثقافه تاعنا ما كاينش اللي ما يعرفش الريش نعم. النعام صحيح النعام كانوا بكري في ثاني في وقت الملوك كانوا يخدموا به المروحيات وكانوا يخدموا به الارائك وصوالح ويوم هذا نعم. ثاني نعم. مازالوا يوتيليزي في مود نعم هو كلها ايه. خصائص للنعام 95% وعندك اليوم وعندك نعم وعندك ثاني العينين تاع النعام دوكا سي او في امريكا سيو في امريكا في زراعه الاعين على عيون البشر الحمد لله كانت ناجحه 100% تجربة نعم. كانت 100% بالمئة نجحة نعم هي كلها خصائص يتميز بها النعام و95% مثل ما قلت اليوم هل هناك استراتيجية واضحة للذهاب إلى الصناعات التحويلية عندما التقيتم مع وزير الصناعة والإنتاج لني هل وضعتم هذه النقاط ضمن استراتيجية مقبلة إن شاء الله؟ نعم وضعنا نقاط حول هذا الموضوع وان شاء الله بربي يكون عندنا لقاء ان شاء الله بربي لو 20 لو 25 في, الشهر المقبل نخرجوا بكونكليزيون تاع واش واش خرجنا كنتيجه في الموضوع تاع الصناعه التحويليه نعم لاخص حنا الصناعه التحويليه دوك هذيك رانا الناس كيما نقولوا راهي كيما نقولوا حاجه جديده ما كاش اللي يعرف الاخر لا دنيا كان معنا تاع جروب جي <applause> تاكس وكاع سما اللي سون انتيريسي بالاخر حبوا هما يكونوا كيما يقولوا الاوائل اللي ليكونوا في التجربه تاع الجلد الناعم وثاني كما يقول السيد الوزير رسخنا ثاني كل المواد الصيدلانيه باش نقدروا الزهم الناعم نوجهوه للفارماسيتيك للبرودوي فارماسيتيك نعم. نعم اليوم في اجتماعاتكم الاخيره سمعنا هنالك مطالب بعقد قمة عربية لمربي النعام لو تضعنا الخطوط العريضة لهذا المطلب فكرة القمة العربية هي مبادرة من الأستاذ من الدكتورة هدى جعفري نعم هي اللي دارت هذه المبادرة نعم راح تكون إن شاء الله بإذن الله هناك قمة عربية وتبنتها الفكرة وزارة وزارة الصناعة تبنت لنا الفكره ان شاء الله وعندنا برامج مع عده وزارات باش ان شاء الله باذن الله تكون هذه تكون هذه القمه صح تكون موافقة وان شاء الله بربي هي سبيسيال مون للمربين تربيه نعم وهي نحن نستحدثوا واحد 15 دوله ايطرونشير وعربيه 15 دوله 15 دوله عربيه وايطرونشير هادو ما حيكونوا ضمن 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 القمه هذه ان شاء الله بربي ومنها كاين بلدان رائده في هذا المجال نعم. مثل جنوب افريقيا وايران و... سمح لنا خبرات نعم. منهم خبرات هي نعم. نعم. فرصه الان لعقد شراكه مع هذه الدول عقد شراكه المهربية. و... 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 بزاف فائز كاين اشياء نعم. كثيره لتقدر تقدر تكون في هذه القيمه وحتكون ان شاء الله باذن الله بنجاح نعم ايضا في مجال التربصات سوف يتم ايضا عقد شراكه مع هذه الدول في مجال التربصات إيه نعم أيضاً. يكون يكون عده دول مثل كيما كما كنت نقول لك هذه البلدان الرائدة نعم. اللي احنا نرى انتريسي باش يكونوا معنا دي كونتاكت يكونوا معنا شغل كما يقولوا دي سويفي اونتر نو كيما احنا وجنوب افريقيا ولا مثل كما مصر ثاني كبلد راهو شق ثاني معنا في, في, افريقيا راهو كما دي باس راهو فاتنا في, في الدومين هذا وعلاش ماشي خير ندوم من عندهم خبره نعم. ندوم من عند اخواتنا الاشقاء ولا ندوم من عند جنوب افريقيا ولا من بلجيكا سمحنا رانا نحوسوا كيفاش هذا المشروع ان شاء الله بالله ان شاء الله باذن الله يكون على ارض الواقع كما البلد بلد رائد كما البلدان نعم. اللي اللي تطوروا في هذا المشروع نعم بما انكم انتم في الجمعيه الوطنيه لمربين النعام اكيد يكمن دوركم في استقطاب المستثمرين المحليين وايضا اصحاب الكفاءات اصحاب المؤسسات الناشئه بما أن الجزائر تنهج في طريق المؤسسات الناشئه المؤسسات الناشئه اين هي في مجال تربيه الانعام دوكا جوسكا بريزون كاين كاين لي تيف كاين هي اللي دير دي زانفورماسيون سور لي فاش دو تروج وحنا ثاني كنا دايرين تربصات حنا دايرين تربصات شغل للعامه دين التربصات اللي اللي حاب يكون في البرنامج تربيه النعام نعم. باش يكون كاين كما نقولوا تكون احنا مثل مثال احنا في الجمعيه تاعنا الحمد لله كاين اللي عندهم دوك هذيك النعام كاين اللي ما عندهمش بصارم ميت يسويفيو معنا نعم. جوسكا لو جو وين يكون قاعد ان شاء الله باذن الله النعام نعم. نعم نعم مشكل يخاف المستثمر ايضا المحلي او الاجنبي من مشكل التراخيص والاعتمادات الصحيه هل سوف تفرج في السنوات المقبله احنا ان شاء الله هذاك هو هذا هو البي تاعنا احنا البروبليم تاعنا سي سا احنا رانا كيما نقولوا رانا ناكدوا للسلطات ونوروا لهم الامكانيات تاعنا ورانا كيما نقولوا ما لناش ياسين مالك ديك دي فو دي فيكولتي في في الضمان هذا بصح رانا اشاك فوا كاين ناس راهي تصغى لينا وكاين شي ناس اللي ما على عين الاعتبار شغل راهي شغل شغل راهي خايفه من البروجي هذا جو سي با شغل دونك ما عرفاتوش بس الحمد لله كان للناس الناس قناعه وراي خلاص بدات شغل هذيك النيه الاولى اللي كانوا بها دوك تغيرت ولات الناس شغل كما يقولوا تحوس على على هذه التربيه وفوائدها وعلى جميع حاجات تستخلصها من هذه التربيه. نعم بما انه وصلنا الى ختام هذا النقاش اترك لك كلمه اخيره سيد محمد غازلي. انا ان شاء الله باذن الله كما نقولوا البروجي ان شاء الله باذن الله يتوسع في الارض الوطن وجميع المستثمرين ان شاء الله باذن الله يزيدوا يزيدوا في النجاح تاعهم ان شاء الله في تربيه النعام ورانا نتبعوا في البرنامج هذا جوسكوبو ورانا معها ما سماش شغل رانا ناضلوا على جالو وان شاء الله باذن الله ربي نعم نامل الله عز وجل بي. ان يوفقكم في مهامكم وفي مساركم سيد محمد غازلي الله للنهوض بي. بشعبه تربيه النعام في الجزائر لتحقيق الاستدامه والاقتصاد ايضا وتنويع ايضا صادرات الجزائر لما لا خارج المحروقات سيد محمد رضا غازلي اذا محمد رضا غازلي النائب الاول لرئيس الجمعيه الوطنيه لمربي النعام الجزائريين شكرا جزيلا لك لك هنا معنا وبهذا الكارم وصلنا الى نهايه نقاش العاشره لنهار اليوم